يعني من اللحظات اللي ممكن تكون مؤلمة جدا وممكن تكون نفسيا فيها نوع من الضغط النفسي الكبير، اللي هو انتظارنا أنا والصديق فؤاد عثمان لأطفالنا في زنزانة. أنا طفلتي جات يوم 24 يناير، وكانت بالنسبة لي حاجة مقلقة جدا إنه تتم ولادتها في ظروف أنا غايب عنها تماما، ما عندي فكرة إنه حاصل برا شنو، الولادة تمت بأي طريقة، هل الطفلة سليمة، هل ما في أي مشاكل انتابت عملية الولادة. زوجتي عملت حركة كده بتاعتنا، طبعت صورتها في فنيلة ورسلتها لي عن في أمانات بتجي السجن، يعني بعض طحنية ما بعرف بسكويت شنو، فهي قامت رسلت فنيلة، فأنا أول مرة أشوفها. أنا برضو بالنسبة لي كانت حاجة على المستوى النفسي، حاجة يعني من الحاجات اللي بتذكرها شديد، يعني لأنه كانت الكهرباء قاطعة في كوبري اليوم ذاك، وقاموا جابوا لي الكيس ندهوا اسمي. فدخلت الكيس الكهرباء قاطعة، حسيت إنه في فانيلا، وأنا ما كنت فاهم إنه ما في سبب إنه تجيني فانيلا، لأنه عارف إنه الملابس اللي معي في السجن كفاية. بعد ذاك لما الكهرباء جات زي الساعة 2 صباحا، لما انفردت الفانيلا اللي جابوها لقيت إنه فيها الصورة بتاعت مريم مطبوعة. دي كانت المرة الأولى اللي أشوف فيها طفلتي، اللي هي بعد حوالي شهر من ولادتها. وبعد ذاك شفتها بشكلها الحقيقي، يعني اللقاء حقيقي لما جات بعد الـ40 بكم يوم يعني. وشفتها وهي معي، عندي طفل اسمه أحمد يعني عمره حوالي 4 سنوات. برضو من اللحظات الصعبة اللحظات بتاعت الزيارة دي، يعني لأنه أنا بتذكر في 2018 أحمد ده لما جاء كانت مشكلة إنه هو لما شاف الدقن الكبيرة والشعر الكثير وكده وبتاع، فبرضه حصل له نوع من الوحش، يعني كان سنة قبل الأحداث دي يعني. فبرضه كان في يعني أنا يعني كان ما قادر يتصرف أو يتعامل معي يعني، فكان دائما ملتصق بحبوبته ما داري يجي. أنت لما ترجع الزنزانة بتفكر يعني إنه التضحيات دي والتحديات الكبيرة اللي بيواجهوها أسرتك بسبب خياراتك السياسية، ممكن تكون حاجة صعبة للأطفال، ممكن تكون حاجة صعبة لأمك لزوجتك، لكن يعني انت بتلقى نفسك انك انت لازم تواصل في الطريقه اللي اخترته، ولازم اسرتك يعني اقول انها هي بتدفع معاك ثمن غالي وثمن ما سهل. السنه دي لما جاء احمد كان الوضع مختلف، ليه؟ لانه هو بقى اكبر وبقى مدرك، حاسس انه في حاجه غريبه. طبعا الاسره هناك بتقول له الحاجات المضحكه ديك بتاعت ابوك في السفر ما بعرف شنو، بابا وين سافر بالطياره حيجي بتاع. لكن هو لما جاء السجن انا حسيت انه برغم انه طفل عمره 4 سنين هو كان فاهم انه في حاجه غريبه. فلما جو ماشيين هو رفض انه يمشي، وقال انه حيقعد في السجن معي، حيقعد في المنطقه دي معي، هو طبعا ما عارف شنو. وكان لازم يشيلوه بالقوه، وبعد ذاك بكى بشكل يعني انتابته حاله بتاعت بكاء شديده جدا لحد ما طلع من السجن. يعني انا بتذكر انه امين سعد ده واحد من الناس اللي ماتت اخته، ماتت شقيقته داخل المعتقل، اكتشف الحاله دي بعد ما طلع من المعتقل، يعني ما كان في اي نوع من انواع الاخلاق السودانيه حتى لانه يوروه يعني انه اخته توفت، يعني عشان يطلع وهو راجع بيته يتفاجأ انه اخته ما موجوده في الحياه يعني.